تحية طيبة لكل متابعين سودانية 24. الليلة في نكهة خاصة حنقدم كل الأطباق الشهية، وحنقدم أفضل الأطباق اللي ممكن ست البيت تقدر تعملها في البيت بأسعار بسيطة وما حتكلف معنا أي حاجة. سعيدة جدا إنه رحلة الطبيخ الليلة حيكون مع الشيف محمد. مرحبا بك يا دكتورة إسلام، وشرفتينا النهاردة، وإن شاء الله نقدم لحضرتك أصناف جميلة. أيوة أكيد طبعا، إحنا عايزين أطباق تكون أي واحدة أو أي ست بيت تقدر تعملها في البيت، يعني زي ما بقول باقتصادية، وفي نفس الوقت تكون محببة لكل أفراد الأسرة. هنقدم لهم أسهل الطرق وأسهل الإمكانيات اللي موجودة في أي بيت، إن هم يقدروا يعملوا بيها أبسط الشيء ويسعدوا بيهم كل الأسرة. أيوة طبعا حنكون سعيدين جدا إنهم هم يتواصلوا معنا إذا كان عندهم أي أسئلة أو أي استفسارات بخصوص أطباق الليلة، أو أي أسئلة بخصوص أي حاجة استشارة تغذوية أو في المطبخ. عندنا أرقام حتظهر في أسفل الشاشة، برضو عندنا حساب أو صفحة على الفيسبوك حتظهر أسفل الشاشة. سعيدين جدا إنه نتلقى أسئلتكم واقتراحاتكم، وسعيدين جدا إنه نبدأ أطباقنا الليلة. هنقدم الليلة شنو يا شيف؟ هنقدم مع حضرتك النهاردة فطاير معجنات مختلفة الأشكال بحشوات مختلفة، بتليق مع الكبير والصغير، وتكون شهية ولذيذة، وهتكون بسيطه ان اي واحده في البيت تقدر تعملهم ان شاء الله. جميل طبعا، الفطاير حاجه محببه. نبدا الفطاير كمان بالطريقه السودانيه، لان الشعب هنا بيحب الفطاير والمعجنات بطريقه كتيره جدا. أيوة. من الحاجات المستلذه في اي بيت. جميل نبتدي مع حضرتك. يلا نبدا. يلا شوف المكونات اول. هنستعرض مع حضرتك المكونات ان شاء الله على شاشه نكهه خاصه ونرجع.